عندي حطيت الطحين، هضيف له السميد والسكر، وهضيف السمنة والزبدة. وبلش هيك اطراف اصابيعي. بعد ما صار هيك عندي قوامه، حضيف له معلقه حليب بودره، وحضيف الماء زهر، وعجنهم مع بعض، بس ما نعجنهم مثل عجينه الفطاير وليك، هيك شوي شوي. حضيف رشه ملح، حبلي حط المي الدافي كمان شوي شوي وشوف حسب الحاجة تبعها. هيك عجينتي صارت جاهزة، ححطها يوم كامل بالبراد بعدين بشتغل فيها. بعد ما ريحنا العجينة نهار كامل، رجعت أنا دعكتها شوي وعملتها طابات، وهي سويت حشوة الفستق، حأكتب لكم المكونات تبعها بالفيديو، وكمان سويت العجوة. فهلأ حأخذ كل واحدة من هدول بحط بقلب الفستق، سكرها منيح، برجع بكورها، هلأ هون أنا عندي القالب حرشه طحين مشان ما تلزق، وضغطها منيح. هلا بعد ما صفيناهم بالصينية، أنا بكون محمية الفرن شوي، حشغل أول شي من فوق، حخليهم يتحمروا من فوق بعدين شغل من تحت، بس ماكسيموم لازم يضلوا بالفرن 8 دقايق مو أكتر مشان ما ينسوا.